يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بت في منى في أول ليلة من ليالي التشريق ما يقرب من 5 ساعات والنصف، وفي الليلة الثانية بت في منى من 9:30 إلى 3:30، يعني ما يقرب من 6 ساعات، فهل هذا يكفي أم علي شيء؟ أقل شيء نصف الليل، إذا كان ما بت في منى يعادل نصف الليل فلا بأس، إذا كان أقل لا. نعم.